السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي البروفيسور ضياء ماجد طرق الجميلي عراقي الجنسية وعراقي النسب وعراقي العشيرة وعراقي الدين حقيقة والمذهب أعيش مدينة اسمها ليفربول وحاصل على درجة البروفيسور أو البروفيسورشيب بالذكاء الاصطناعي أعمل عندي أعمال مختلفة بالبحث العلمي اول شيء اني في مجلس الجامعه مجلس امناء الجامعه في ليفربول ونفس الوقت اني عندي جروب كامل احنا ما يسموها جروب مال بحث علمي بالذكاء الاصطناعي اضافه الى عملي بالمستشفيات وعملي في البحث العلمي ومراكز البحث العلمي موجوده في بريطانيا موجود الان في بغداد الحقيقه طيارتي خلال ثلاث ساعات من الان وتأت أهب إلى الطيران وطبعا الشباب طلبوا مني أسوي هذا اللقاء من اجل التحدث لاهلي في العراق. طبعا حبي للعراق هو اللي يخليني اجي واروح دائما واتابع مع الجامعات العراقيه ومراكز البحث العلمي العراقيه. تطبيقات العمل مالتي هي التطبيقات بالطب. اختصاصي الدقيق هو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الطب والاشياء الاخرى والمجالات الاخرى ولكن الطب هو الاساس. الحقيقه السؤال كان موجه من الشباب يقول لك ما هي شهاداتك انا عندي بكالوريوس بالرياضيات وبكالوريوس بال يسموه سوفت وير ديفلوبمنت يعني هي كتابه البرمجيات اضافه الى ماجستير في احنا نسميها سوفت وير وعندي ماجستير في الذكاء الاصطناعي وعندي دكتوراه بالذكاء الاصطناعي من الجامعات البريطانيه خرجت من العراق بنهايه 1900 89 بدايه 1990 متزوج واطفال اثنين ولد اسمه عمر علي اسم مركب وبنت طالبه طبيه في كينجز كولج لندن. اهتماماتي كثيره من ضمن الخيول واضافه الى الحفاظ على التراث العربي والاسلامي وتاثير الاسلام في الحضاره الاوروبيه من الناحيه الاكاديميه الحقيقه. أعمل كثيراً مع الجامعات العراقية من جامعة بغداد إلى جامعة النهرين إلى جامعة الأنبار جامعة الكوفة، معظم الجامعات العراقية، جامعة واسط، جامعة البصرة وأعمل عن طريق حاول أعمل ربط بين البحوث الموجودة في الخارج والبحوث الموجودة في العراق خرجنا أكثر من مئة طالب دكتوراه عراقي مع الجماعة اللي موجودين في بريطانيا أنا جزء من شبكة علماء عراقيين إحنا أربعين عالم عراقي موجودين مرة إذا أسمي نفسنا عالم أو نسمي نفسنا علماء عراقيين بقيادة أحد البروفيسورز هو بروفيسور محمد الربيعي وبقية الأساتذة اللي موجودين إذا واحد يريد يعرف عنهم بس يكتب شبكة العلماء العراق العراقيين في الخارج فتقدر تتعرف عليهم اختصاصات مختلفه هندسه معظمها هي هندسه وطب الاختصاص مالتي مثل ما قلت هي الذكاء الاصطناعي ويسموها هي ال... احنا نسميها الهندسه الطبيه يعني شغله الهندسه الطبيه اذا تسالوني ماذا اعمل بالوقت الحاضر في العراق حقا انا زائر العراق لاسباب شخصيه ولكن استغلت الوقت لمحاوله مساعده أهلنا بالعراق، ومن أقول مساعد، لا مشاركة العلماء العراقيين، لأنه في علماء عراقيين هم أساتذتنا، وبنفس الوقت هم زملائنا لعمل شيء جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. طبعاً أنا أحكي دائماً المقابلات مالتنا، وأريد الناس تعرف أنه الثورات الصناعية الموجودة هي أربع ثورات صناعية، الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هي الموجودة بالعالم، حقيقة هي هناك خمس ثورات صناعية. الغرب يعتقدون أنه أربعة بس بعد وجودنا في الغرب خاصه العلماء العراقيين بدينا نتكلم عن عن ثوره صناعيه اخرى تسمى الثوره الصناعيه المنسيه انا سميتها المنسيه يعني انا يعني كضياء اسمي ضياء سميتها المنسيه المنسيه لانه لانه لم تذكر باي كتاب بس الان بدأ بدانا نتكلم عنها وهي ثوره الخوارزميات الثوره الصناعيه الرابعه بدأها شخص اسمه ألين تونينج وكل شخص يحمل يحمل جهاز مثلا احنا نسميه التليفون الذكي هو يحتوي على تونينج مشين على تشيب خاص وهذا التشيب بروجرام بالاربعينات علمونا هاو تو بروجرام يسموه تونينج تونينج هو البروفيسور اللي صنع هذا ال او اخترع هذا ال الطريقه لصناعه هذا الجهاز لانه قبل هذا الجهاز كانت اي عمليه حسابيه يقومون بها لازم يصنعون لها جهاز خاص، بس هو اخترع طريقه بناها على الخوارزميات، بناها على نفس الخوارزمي ما الخوارزمي، بدا الخوارزمي سوى الجبر والجبر ما كان منسوي حل لكل مشكله حل خاص بها، بدا يعمل على حل المشاكل بال بال بالخوارزميات ونفس الشيء سواها سواها ألان تونينج. احنا اهم شغله بالدنيا هي الانوفيشن. الانوفيشن هو الاختراع، كيف تخترع الشغلات؟ فشوف انوفيشن داز نوت مين ورك ذات اوكي، should work only what has been done normally، يعني شنو؟ انا اريد الشباب خاصه الشباب ما يفكرون بالشغلات النورمال اللي احنا نسويها يوميا، لازم يفكرون بشغلات اخرى. يعني ايش فكر شان يقولك؟ يقول لك؟ يقول لك انا عندي الحصان. وانا اقدر الحصان اخلي ادربه وادربه واخليه يصير اسرع، بس اكو ليميتيشن للسرعه مالته، مو كان الحصان ليش مو راح اسوي سياره اللي تغلب الحصان؟ لذلك تذكرون يقول لك السياره كم حصان؟ مو صحيح مره كم حصان؟ هاي جتني من هاي الفكره. فانوفيشن از ذا موست امبورتن ثينك ان ديس وورلد. بغداد صنعت وبقي يعني بغداد كانت تختلف عن اي مدينه بالعالم بسبب الانوفيشن، انوفيشن هو الاختراعات. أنا أتي من عائلة أصولها من الفلوجة أنا أنتمي إلى قبيلة الجميلة طبعا أنا قلت لك عراقي بس إذا تسألوني سألوني قالوا لي من أين أنت أقول أنا من الجميلة أنا ابن ماجد طرقي عباس الجميلي أنا حفيد شيخ مشايخ الجميلة العام محمد العباس الجميلي أنا أقول أنا عراقي وسأبقى عراقي أنا عربي وسأبقى عربي وأنا مسلم وسأبقى مسلم ونفس الوقت أنا بريطاني بالنسبة للجائزة اللي حصلت عليها ناس يسموها جائزة ناس وسام هو ما حصلت عليه حقيقة شيئا وسام وهو وسام الملكة من الدرجة الأولى للبحث العلمي أول مسلم يحصل على وسام بالبحث العلمي أول مسلم بتاريخ الإمبراطورية البريطانية وبنفس الوقت حصلت على لقب اللقب هو يسموه Officer of British Empire واللي هو مثل ال... إذا أشبهها زي اللورد زي الباشا قبل زي زي صديق الملكة هذا راح يسهل عملية العملية احنا نسميها the accreditation of ماذا نفعل يعني شنو إذا أنا أريد أكو شغلة في بريطانيا خاصة يسموها charter فيصير تشارتر engineer يعني واحد مختص فالاختصاص بهذا الموضوع يقولون هنا يقولون خبير فشغله الخبير احنا عندنا خبير بال بال بالطب عندنا خبير بالهندسه بس احنا تنشتغل على الحصول على يكون خبير بالذكاء الاصطناعي وهذا يصير تشارترد اذا وصلنا لهذه المرحله احنا تنشتغل على حقيقه يعني رئيس منظمه اسمها اي سيستم انجينيرينج سوسايتي منظمه يعني زي المنظمه علمية وتنحاول نحصل ال... الوصول الى تشارترد بهذا الموضوع الغرض منه انه مساعده الشباب التعلم هذا العلم. طبعا الهدف من عنده انه دائما احنا العراق كان يصدر اشياء كثيره وبسبب المشاكل اللي صارت وانا ما اريد اتدخل بالسياسه ولن اتدخل بالسياسه، بسبب المشاكل اللي صارت او اللي حدثت في العراق خسرنا كثير من الاشياء اللي كنا نصدرها، تنصدر بالوقت الحاضر فقط النفط. الفكره مالتي مع من اقول مالتي حقيقه هي مع الزملاء اللي معي في شبكة العلماء العراقيين أنه نخلق نريد أن نصدر عقول للغرب وعقول إلى أمريكا وعقول إلى الدول الأخرى يعني, يعني مع إذا قدرت أدرب مثلا مهندس الحاسوب أو الحاسبة مبرمج بس لأنه في مشكلة حقيقية في الوقت الحاضر عندنا الثورة الصناعية الرابعة بس ما عندها ما عندنا الأشخاص ما أشخاص كفاية، ما عندنا مهندسين بارعين في العالم يقدرون يقدرون يوفون بالغرض الموجود بهذه الثورة الصناعية. الغرب صورة عامة حقيقة بدأوا ما يدرسون الدراسات الصعبة والذكاء الاصطناعي دراسة صعبة جدا، لأنه تضم أشياء مختلفة، تضم الرياضيات وتضم الهندسة اضافه الى الضم الى السكيورتي، السيكوريتي هي الامن الامن مال الكمبيوتر، اضافه الى 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 الاحصاء، اضافه الى التعليم الاشياء الاخرى، فمش علم واحد هي مجموعه من العلوم، لذلك الشخص اللي يدرسها لازم شخص يكون لديه باع بمعلومات مختلفه او في علوم مختلفه. فهذا ادى الى انه نزوف كثير من الناس اللي يريدون يدرسون هذه الدراسه في الغرب لانه دراسه صعبه يقول لك انا ليش اتعب نفسي؟ انا اسوي شغله بسيطه واعيش من عدها. الهنود لا يريدون يغيرون حياتهم لذلك بداوا يعملون هذا وبداوا يخرجون الى هناك، انا من يقول هنود واضافه الى الصينيين تيبرعون تيب بها. فاحنا نريد طبعا نريد العراق يكون يبدي يطور هذه المهارات بالاشخاص ونبدي نصدر العقول إلى الخارج هذا من هذه الناحية طبعاً أقدر أتكلم كثيراً عن هذه المواضيع بس مثل ما قلت أنا مثل أجي من ليفربول أنا أشجع ليفربول فيتبول كلوب وهو نادي ليفربول ذهبت إلى ليفربول بسبب نادي ليفربول شايف محمد صلاح مرة واحدة عن قريب بس طبعاً هو ما يعرفني حقيقةً الجاليه العربيه في 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 المهجر خاصه في بريطانيا جاليه كبيره، العراقيين عندنا 7000 عراقي طبيب يعمل في وزاره الصحه البريطانيه، عندنا وزير التعليم البريطاني هو من اصول عراقيه من بيت السهاوي ونفس الوقت عندنا علماء كثيرين يعملون في العراق، عندنا يعني قامات كبيرة عندنا سلمان رواف بروفيسور سلمان رواف إمبريال كوليج عندنا علماء كثيرون يعني أقدر أتكلم ساعات عنهم عندنا جيم الخليلي يشتغل هو فيزيائي الأصل يشتغل وإذا أنا دائما أشجع الناس ينظرون على اسمه جيم الخليلي يتكلم عن الساينس الإسلام إسلام يعني الإسلام والعلم تروحون على اليوتيوب تكتب الإسلام والعلم يطلع لكم اسمعوا له اسمعوا له كيف أثرنا على الغرب الدكتور عبد الرحمن الحجي استاذ من اساتذه العالم العراقيين كان قضى معظم حياته في اسبانيا تكلم عن شغله مهمه وانا احكيها دائما اقول تكلم عن تاثير الحضاره الاسلاميه في الحضاره في التقدم في الغرب في الوقت الحاضر فقال مقولته الشهيره قبل قبل ان يموت قال هو توفى قبل ست اشهر تقريبا قال لولا الحضاره الاسلاميه وانا اتكلم عنها دائما لما لما بنيت الحضاره الحقيقه الغربيه ويقصد بالحضاره الغربيه الحضاره الاكاديميه الغربيه فاني جاوبته وش قلت له؟ قلت له لولا بغداد لما بنيت الحضاره الاسلاميه ولولا الحضارة الإسلامية ولولا الحضاره الاسلاميه لما بنيت الاندلس ولولا الاندلس لما بنيت الحضاره الغربيه الحديثه. والله كان من الطلاب من الطلاب المتقدمين وكان يكافح بالنسبه للدراسه وظروفه ظروفه كل الظروف اللي يحتاجها وتدفع للدراسه وكان طموحه عالي. ومن المتسابقين بالنسبه للطلاب الذين معاه ودائما يكون من المتفوقين وكانت دراسته بالفلوجه دراسته بالفلوجه وبعد ما كمل كان طموحه عنده طموح عالي وراح عسكريه لما راح كان من العشره الاوائل العشر الاوائل فسحوا فسحوا مجال العشر الاوائل يطلعوهم الى الخارج فانقبل وفعلا هيأ هيأ الظروف وسافر وكان من الذين هي له الظروف في استقباله حج غسان خارج العراق هيأ له الظروف ولما استقر لكن 15 95 كان ذهابه بعدين الامور تخربطت صارت الضرب بين التسعين، تخربطت الظروف، تخربطت الظروف فالدولة بلغتهم اللي عنده امكانية يبقى واللي ما عنده امكانية يرجع. فاكثر اصدقاء ااا آه لان عرفت؟ اتصالات ماكو. فطلعت الاردن. من الاردن اتصلت بي بابا ها قال بلغون لو ترجع لو عندك آه امكانية تبقى. لا بابا ابقى ولا ترجع اللي نقدر وصل لك اياه. وعمك غسان عمك غسان موجود حجي غسان هناك موجود ويقدم لك شيء اللي تحتاجه فالحمد لله انه الله سهل له وكمل دراسته و وكان عنده طموح بمواصلة بمواصلة بالمواصلة بسم الله الرحمن الرحيم أنا الشيخ سعدون عباس الرشيد الجميلي شيخ عشيرة المطر قبيلة الجميلة اصير خال الدكتور ضياء ضياء ماجد الجميدي الحقيقه بالنسبه دكتور ضياء من عمره خمس سنوات تقريبا استشهد والده لما استشهد والده قام بتربيته ورعايته بالمدارس وغيرها هو الشيخ ساجد طرقي العباس عمه اللي موجود قبل شويه تحدث هو هم كان مدرس خريج كلية فقام برعايته وتربيته وضغط عليهم بالدراسة الحقيقة والحمد لله كان مجتهد بدراسته ويحب الرياضيات واندفع بالدراسة حتى كمل طلع من الاوائل في المدارس الثانوية فانقبل بعثه الى لندن كما ذكر الشيخ ساجد عمه الحقيقة صارت مشكلة بلندن وقت الحصار فرادوا يرجعوهم الطلبة فالقام بمساعدته الحاج غسان ذاك الراوي الرفاعي كان موظف كبير بالخارجية وقام هو وجماعته يواصلوا الدراسة حتى حصلوا على هذه العلوم هاي العلوم اللي حصلها الحقيقة تنفع العراق وهو يجي العراق ما يقعد أبدا يفتر بين الكليات بين الجامعات وبين الدكاترة ويلقي المحاضرات اللي تفيد الدكاترة وتفيد تفيد حتى الشعب كله يعني أي واحد يستمع له يستمع إلى علوم جديدة احنا ما سامعين بها قبل الحقيقة أهل الفلوجة إحنا أنا من الفلوجة وأعتبر نفسي من الفلوجة أنا رغم أنه عشت حياتي بين الفلوجة وبغداد بس أنا من الفلوجة فاحتفلوا بي مناسبة حصولي على جائزة الملكة وسام الملكة الحقيقة أنا المفروض كان جبتها ويا بسمتك من الحقيقة مجهز نفسي من جيت من بريطانيا طبعا هم انطوني درع الفلوجة طبعا اللي قاموا بالاحتفالية هي منظمة اسمها وجهاء الفلوجة وكانت احتفاليه لم اتوقعها حقيقه، كانت من اعظم الاشياء اللي شفتها بحياتي، يعني انا يعني حائز على جوائز وحائز على براءة اختراع، عندي اكثر من 350 بحث علمي، عندي اكثر من 12 كتاب، وانا لا, لا ما أن اتكلم عن نفسي حقيقه، لذلك لن اتكلم عن نفسي، بس اذا تروحون قال بس اكتب بروفيسور دياء الجميلي وتعرف تعرف السيره الذاتيه موجوده فما راح اتكلم عن السيره الذاتيه بس اتكلم عن هذا الاحتفاليه. ذهبت الى الفلوجه حقيقه وكانت في مركز شباب الفلوجه. دكتور جمال ذويب، دكتور عامر ذويب والدكاتره الاخرين حقيقه كانوا جدا يعني ممتن جدا لهم كانوا باستقبالي اضافه الى كانوا مشايخ أساتذة اساتذتي القدامى واحد استاذي بالرياضيات حقيقه. استقبلوني طبعا وتكلمت من نصف ساعه وقالوا الشعر وكانت يعني حقيقه ليله جميله جدا بالنسبه لي، قلت لك من اعظم الاشياء او من 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 الاشياء القريبه جدا الى قلبي حقيقه اللي سووا لي يعني انا لم اتوقع في يوم من الايام انه تكون عندي احتفاليه بالفلوجه، وصارت هذه الاحتفاليه وكانت جدا عفويه. فهذا الشيء جعلني يعني اول شيء هي اول شيء انا يعني تمتعت كثيرا بها و وطبعا هي وسام آخر آه على صدري بس بنفس الوقت الطاني مسؤولية كبيرة أنه لن أترك العراق أنا يعني من يقول لك لن أترك العراق طبعا العراق فيه علماء كثيرون وأساتذتنا موجودين والعراق يعمل بحث علمي يعملون عمل آه جيد جدا إحنا نوصل للعالمية وتنوصل للعالمية وبسبب هذا آه سوف أتي مرة ثانية العراق الشهر الرابع وعندنا مؤتمر في العراق سيكون الشهر 12 في الجامعة الأمريكية في بغداد وقررنا أنه عندنا مؤتمر طبعا هاي الدورة 15 يعني صار له 15 سنة هو عالمي السنة الجاية راح يكون بنيويورك السنة الماضية كان في في دبي القبلة كان في كامبريدج قبلة كان في فرنسا راح يأتي للعراق وقررت أنا يعني يكون المكان العراق بسبب مكانة العراق بالعالم سابقا وإن شاء الله مستقبلاً. انا اذا تنظر الى انا انا صحيح استاذ جامعي بروفيسور الجامعه واشتغل بال ويا المستشفيات بس بنفس الوقت احنا في بريطانيا في ليفربول خاصه نعمل مع مع المجتمع بصورة عامه نعمل مع الجاليه العربيه والجاليه المسلم المسلمه الناس تعرف هناك وانا اعرفهم احاول اني دائما نساعد الناس والناس يساعدونا عندنا 30 شاب صغير بين العمر بين 14 سنه الى 18 سنه غايتنا اشتغل مع الشباب هناك عندنا دكتور ثامر وعندي الحقيقه السفير صهيب الراوي طبعا صهيب الراوي من السفراء القدامى وهلا ما ماخذ اجازه دراسيه يدرس معنا طبعا كان تاثيره كبير ويا المجتمع, المجتمع المسلم هناك بدينا نحاول نساعد دولة الشباب من اصول مسلمه ان نوصلهم الى الجامعات لانه او اهلهم او الاب والأب والام جايين من من بيئه بيئه العمل يعني ما واصلين للجامعات غير متعلمين اذا الاهل غير متعلمين الاولاد ما يطلع يطلعون متعلمين بس ما يوصلون الجامعات يعني هذا الجيل الجديد هو الجيل اللي بدينا نشتغل انه نوصل الجامعات حقيقه وصلنا اثنين او ثلاثه للجامعات والغرض ان نوصل معظم الشباب الى الجامعات نعم عايش هناك عندي عندنا طبعا انا اهتم بالعلم واهتم بالعلماء ودائما متواصلين مع الشباب الموجودين هناك عندي فريق عمل في بريطانيا فريق عمل من اقول فريق عمل بحثي عندنا مجلات علميه ماذا ساقدم للعراق الحقيقه للعراق اهم شغله راح اقدمها للعراق خلال الخمس سنوات الاولى راح احاول اطور النظام اللي تكلمت عنه الحقيقه هذا النظام خلينا نحكي لك شويه عنه، النظام مثل ما قلت لك هو حاول جمع كل الملفات عن الـ 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 كل الملفات عن الناس اللي موجوده بهالبلد هذا يعني في العراق. والغرض من عندها مساعده الطبيب ومساعده المريض. طبعا الناس اللي تيساعدونا عندي بروفيسور محمود المشهداني من جامعه بغداد ولقاء هنا عندنا اضافه الى بروفيسور مشتاق من جامعة الأنبار رئيس جامعة الأنبار إضافة إلى حقيقة جامعة الفلوجة عندنا رئيس الجامعة فتح الأبواب حقيقة وكان عندي لقاء بجامعة الفلوجة قبل يومين إضافة إلى الأساتذة نواب رئيس الجامعات دكتور رافع العيساوي اللي هو عميد كلية الطب هناك عندنا دكتور حيدر حقيقة من الأساتذة نائب رئيس جامعة الدكتور حيدر نائب رئيس جامعة التكنولوجية طبعا مشكورا هو فتح لنا الأبواب هنا أبواب جامعة التكنولوجية إضافة إلى فتح لنا أبواب الجامعة الأمريكية في بغداد طبعا إضافة إلى أساتذة آخرين طبعا يعذرون الأساتذة الآخرين إذا ما تذكر اسمهم لأنه حقيقة أنا إجوا الشباب وقالوا لي لازم تسوي ويانا لقاء وما حضرت فيعذروني اي واحد ما اذكر اسمه بس في الجامعه العراقيه هنا كان اجتماع معهم جامعه بابل عدنا اجتماع معهم بهذا الموضوع وراح نركز على ثلاث اماكن كليه دجله الجامعه مشكورا طبعا استاذ عقيل الجميلي هو صاحب الجامعه وفر لنا شخصين هم مبرمجين راح يكونون جالسين في الجامعة مع بروفيسور سعيد بروفيسور سعيد هو رئيس الجامعة هناك وفرونا راح يكون التطوير البرنامج في في مختبراتنا في انجلترا اضافه الى هنا في جامعه دجله مشكورا او انا سميت البرنامج صدقه يعني اللي يريد من نطور دائما نطور اما انت الاطباء اللي موجودين راح يساعدونا بدون بدون مقابل بس يضع اسمهم للتاريخ يضع اسم من الناس اللي شاركوا بتطوير هذا البرنامج او ناس اخرين يتبرعون انه يعطون من وقتهم مثلا الاثنين اللي المبرمجين من جامعه دجلة حقيقه هي الدفع مالتهم راح تكون من جامعه الدجله وبامر السيد عقيل الجميلي حقيقه اضافه الى ناس اخرين ناس كثيرون يعني كل ما احكي مع مجموعه من الاطباء او المهندسين ويعذروني اذا ما ذكرت اسمائهم كلهم بهذا يدفعون من اجل هذا فسالتني السؤال ماذا ساقدم للعراق خلال خمس من اربعه الى خمس سنوات سيكون لدينا نظام كامل لوضع جميع اهل العراق معلومات اهل العراق بهذا النظام وهذا النظام نظام صحي هاي المرحله الاولى ورا الاربع خمس سنوات راح ننتقل انه هذا النظام نسوي نطوره يكون ذكي بحيث يقرر او 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 يشخص الامراض. واحنا عندنا طبعا عندنا علاقه مع World Health Organization واليونيسكو راح ياخذ نعطيهم اياه بدون مقابل يستخدموه ويا الدول الفقيره. وبهذه الاستخدامه راح يساعدنا بجمع احنا نسمى معلومات اكثر. كل ما طبعا الذكاء الاصطناعي يعمل بالمعلومات كل ما زادت المعلومات عن الامراض وعن التشخيصات وعن الادويه كل ما القرار مالتنا يكون افضل وطبعا القرارات مثل ما نشوف الانواع الجويه بالانواع الجويه شو يصير عندنا بالانواع الجويه احنا نقدر نعرف بكره راح تمطر بعد بكره راح تمطر او يعني نقدر نعرف خلال اسبوع الى 10 ايام نقدر نعرف ايش راح يصير ليش لانه عندنا معلومات جمعناها خلال 50 سنه الماضيه ومن خلالها نقرر ماذا سيحدث للمستقبل نفس الشيء بالنسبة قريب هذا الشيء بالنسبة لل للطب وتشخيص الأمراض وطبعا هاي هاي واحدة من الأعمال الشخص أكو ثلاث أعمال إحنا خلال أربع خمس سنوات أنا ناوي أعملها في العراق الشغلة الثانية راح تكون هي شغلة مع الجينوم أو الجينيتكس نعمل نحاول نعمل مع أشخاص موجودين هنا إلى معمل إلى عمل مركز بحث وراثي، موجودين طبعا هنا موجودين بس نحاول نساعدهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والشغله الاخيره هو الخلايا الجذعيه، استخدام الخلايا الجذعيه في مساعده الامراض المزمنه، موجوده في المانيا عندنا بروفيسور حقيقه هو هو بريطاني فرنسي عراقي هو بروفيسور محمد الجميلي، الان يعمل بين انجلترا وفي دبي، هذا الشخص له باع خلال ثلاث سنوات الماضية يعمل مع بروفيسور آخر ألماني لعمل الخلايا الجذعية وتأثير خلايا الجذعية بشفاء قسم من الأمراض طبعا هاي رح نعمل عليها طبعا هاي كلها مراكز بحثية فعندنا تو مركزين بحثيين نحاول أن نعمل بناء هذه المركز البحثي مركزين بحثيين مع مع العراقيين الأساتذة العراقيين والباحثين العراقيين اللي موجودين في العراق من أجل من اجل مساعده من اجل الانطلاق باشياء العالم هلا بداها يعني شنو احنا احنا نحاول نعمل اشياء من تكون من نافذ الناس الاخرين ليش نكمل اشياء هم الناس هلا بدوا بها فبالحاله هذه راح ننطلق نفس الانطلاقه مالتهم فنقدر نوصل وياهم الى او نقدر ننافس معهم اذا نعمل بالاشياء اللي موجوده اللي موجوده بالوقت الحاضر هم واصلين باع طويل فتكون صعب فلذلك نبدا وان شاء الله راح هاي ثلاث هاي 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 شغلات فقلنا مركز بحث علمي لشغلتين مختصه النظام الصحي المسنود بالذكاء الاصطناعي والشغله الاخرى تنحاول نساعد الجامعات العراقيه من اجل الحصول على مستويات اعلى بالنسبه للتصنيف العالمي بالسلامه عيني دكتور الله ياك عيني